هالبرنامج عم بيتقدم لكم برعاية أندريوس ميديا. أهلا بكم من جديد، وهذا اللقاء الخاص مع سيادة المطران الأب عطلة حنا. نستكمل النقاش مع سيادة المطران بالسؤال عن المشهد الفلسطيني الحالي، المشهد المؤسف. سيادة المطران، شو بتحب توصل لأبناء الجالية صورة عن الأوضاع الحالية؟ يعني أنا أعتقد بأن الأزمة الحالية التي نمر بها في الداخل الفلسطيني، حالة الانفصال وحالة الانشقاق وحالة الخلاف الداخلي، هي سحابة صيف ستزول، لأن الفلسطيني في النهاية هو فلسطيني، ويجب أن يكون فلسطيني وأن يعمل من أجل الوحدة ومن أجل التضامن ومن أجل الجبهة الداخلية التي يجب أن تكون مترابطة ومتماسكة. أنا رسالتي حقيقة في هذا المضمار أوجهها تحديدا للإخوة المتخاصمين، سواء كانوا في هذه الحركة أو في تلك، لكي أقول لكل واحد منهم بأنكم أنتم أولا عرب فلسطينيون، ومن ثم تنتمون إلى هذا الحزب. لا يجوز أن نضع الانتماء الحزبي أو السياسي أولا ومن ثم الانتماء القومي أو الوطني. نحن عرب فلسطينيون ومن ثم ننتمي إلى هذا الفصيل أو إلى ذاك الفصيل. وبالتالي أنا أتمنى من الإخوة في غزة وفي رام الله وفي فلسطين بشكل عام أن يتحاوروا، أن يجلسوا معا. كيف يمكن أن نحل الخلافات بدون الحوار؟ القطيعة لن تحل القضية المشكلة. التراشق الإعلامي والتشهير المتبادل في وسائل الإعلام وفي الفضائيات لن يحل المشكلة. التكفير المتبادل والتطاول على يعني الكلام القاسي الذي نسمعه في بعض الأحيان، هذا لن يحل المشكلة. الوحدة الوطنية مطلوبة. المسلمين والمسيحيين هم شعب واحد، كل الفصائل الفلسطينية هي شعب واحد، وبالتالي عليهم أن يتوحدوا وأن يعملوا معا من أجل الهدف المشترك، ألا وهو دحر الاحتلال العنصري الإرهابي المقيت عن أرضنا الفلسطينية وتحقيق الطموحات الوطنية الفلسطينية. لا يعقل أن نكون في القرن 21 وأن يكون هنالك إرهاب وعنصرية ودولة تمارس العنصرية ودولة تمارس الإرهاب. لا يعقل أن نعيش في القرن 21 وهنالك الملايين من الفلسطينيين من أبناء البشر، بشر بشر خلقهم الله كما خلق أي إنسان في هذا العالم، أن يكونوا محرومين من العودة إلى وطنهم. عندنا الملايين من الفلسطينيين الذين هم قادرون على أن يذهبوا إلى كل مكان إلا إلى وطنهم. هذا أبعد ما يكون عن العدل وعن المنطق وعن القيم وما إلى ذلك. وبالتالي الوحدة الوطنية هي التي بواسطتها يمكننا أن نكون أقوياء في مواجهة الاحتلال، في مواجهة العنصرية، تحقيقا لطموحاتنا وتطلعاتنا الوطنية. نتوقف مع هذا الفاصل، وبعد الفاصل سوف نستكمل الحوار ونناقش رؤية سيادة مطران الأب عطلة حنا للسلام الذي نتمنى أن يعم الوطن الفلسطيني.